منزل تجاري بالقهوه ديالته مولاي للبيع من الرباط، الثمن هوته اكيد غير هوته الاخوان، 330 مليون سنتيم بالكرازه ياك والطوابل والبريسه والتلفاز، اي حاجه كتشوف في القهوه كتبقى، وبالفراج الشقاق بقى معاك حتى الاخر. وقول لي مولاي انت في الكومونتير قول لي واش هذه هوته ولا. تحيه كبيره بعد الاخوان اللي كيتفرجوا فينا، شوف اللي مشري تنزه ماشي داو تشري، تمتع ليا ودي افكار. فوالا هنايا كاين بالبلوتيك وكاين جوج الحماحم، وتحيه كبيره لعشاق الهوته الرباط حي النهضه واحد. فوالا نوريكم حتى الشقق، صراحه شقق رائعه. عندك الباركينغ كما قلت لكم قرب منطقه الامن ومستشفى النهضه، ومركب الرياضي ديال مولاي حسن، وجوج كيلومتر على طريق السيار 99 متر، والدخله مولاي كامل رخام من الفوق لتحت من التحت للفوق. تحيه كبيره للناس تاع الرباط، وتحيه كبيره كبيره لصاحب المنزل، صراحه انسان جد طيب. الشقة الأولى يا فتاح يا رزاق تبارك الله ما شاء الله سبحان الله، بعد كتدخل للدار كتحس بواحد الدفء. سبب الدفء الإخوان هو هذا، أي دار كتدخل لها كتلقى سبحان الله القرآن، يعني كتلقى النور بعد النور في العائلة ديال صاحب المنزل، وكتلقى واحد الدفء رائع في المنزل. كتلقاو صالون عندك صباغة ديال الخيال، وعندك لي ليدو لي سبورت في البلافون، يا سلام تبارك الله ما شاء الله. شوف 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 هي المطبخ، مطبخ رائع اخوان، راه الثلاجة والفرن والماشين، اي حاجة كتشوف كتبقى، يعني ومريح في الصالون ونشوف واحد الدوايه رائعه صراحه، دار واعره. اللي غيدي هاد الدار صراحه غيدي تحفه فنيه من الرباط، وثمن راه جد مناسب كما كتعرفوا هنايا الرباط راه بعض المرات غير شقه، غير شقه كتصرف 300 400 مليون غير شقه. انا كنعطيك منزل تجاري، وراه هنايا السويت بارونتال بلي بلاكار، دريسينغ. لا قلت لكم اخوان صاحب الشقه فنان، في الطابق الثاني كنلقاو تبارك الله ما شاء الله غرف النوم، عندك مولاي الغرفه الاولى ياك عباره عن صالون، وعندك التراس الرائع ليدو الكتريك هراء، الحي جد جد رائع، وحدك جميع المرافق، ما تشتاش بجاش السيارة ديالتك، مدارس، محلات تجارية، وعلى غرفة النوم الثانية حتى هي بلي بلاكار، غرفة النوم الثالثة، غرفة النوم الرابعة. هنايا عندك جوج حمامات، حمام رومي وعشاق الحمام البلدي، وهنايا عندك لي بلاكار. فوالا الطابق العلوي كنلقاو السطح، وكنلقاو استوديو في 50 متر، تلقاو ان شاء الله جميع المعلومات على قناة يوتيوب، هما حافظين بالحب والتيسير اعانكم الله نعاونكم.